ولاد محمد والتوسعة الشاملة للكهرباء في حين لم يتم إدراج النقطة الأولى المتعلقة بفك العزلة لأن الجماعة لم تتوصل بعد بالجواب الموجه من طرفها إلى المجلس الإقليمي. أما النقطة الرابعة المتعلقة بإحداث مركب سوسيو فلاحي بضيعة إرمانات فقد سبق للمجلس أن وضع قطعة أرضية مساحتها هكتار تحت تصرف المديرية الإقليمية للفلاحة والتي خصصتها لإنجاز معصرة للزيتون. أما النقطة الخامسة المتعلقة ببناء مقر الجماعة فإننا قد باشرنا الاستشارة التقنية ووضع تصور لهذه البناية في أقرب وقت ممكن. إن لها علاقة بالبرنامج المسطر من طرف جهة الشرق الذي يجب علينا الاستشارة معها أولا. أما الاقتراح السابع المتعلق بمآل تسليم السوق الأسبوعي فكما تعلمون فإن الأشغال متوقفة وقد أدرجت هذه النقطة في الدورة السابقة حيث رفض المجلس تسلم هذا المشروع ما دامت الأشغال لم تنتهي بعد. أما الآن فنمر إلى تلاوة نقاط جدول الأعمال. النقطة الأولى هي تقرير حول الأعمال التي قام بها الرئيس بين الدورتين. النقطة الثانية مآل التوسعة الشاملة للكهرباء والماء الصالح للشرب بجامعة طنطا. النقطة الثالثة دراسة مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز وتسويق وتنمية مناطق الأنشطة الصناعية لجهة الشرق. النقطة الرابعة دراسة اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة والمجلس الجماعي من أجل تهيئة مثل الكراوي بدور المعدن. خامسا التداول والمصادقة على إخراج قطعة أرضية مساحتها هكتار من الملك العام للجماعة وضمها إلى ملكها الخاص. خامسا دراسة قبول هبة عبارة عن قطع أرضية بها بئر ومحل بدور الهبارة. سادسا مآل اتفاقية المبرمة بين الجماعة وجمعية ولاد محمد للتنمية الفلاحية وتنمية العالم القروي. ثامنا تعيين ممثل عن المجلس الجماعي لمجلس تدبير مجموعة مدارس الكفر. إذا الإخوان مدير المصالح المحترم السادة رجال الإعلام بالحضور الكريم. بالنسبة للسيد الرئيس النقطة الأولى تقرير حول الأعمال التي قام بها الرئيس. أنا يعني عندي واحد النقطة في هذا الموضوع يعني كنشوفوا يعني انطلاقا من الدورات التي يعني أزيد من دابا تقريبا سنتين كنشوف انطلاقا من المقررات التي اتخذها المجلس هناك بعض المقررات لم تنفذ لأن الرئيس عندما نقوم بتسويت عن المقرر المجلس كيمشي للعمل كندوزو المرحلة ديال التنفيذ هذا كيدخل في الصلاحيات اللي عطاها لكم مشرع بصفتكم رئيس. أنا يعني أناشد يعني السيد القائد باعتباركم وسيد عامل الصلاحيات التي خولها لكم الدستور في المادة 145 والقانون التنظيمي 115 يعني المراقبة على قرارات ومقررات الرئيس قرارات المجلس عفوا قرارات الرئيس ومقررات المجلس وشكرا. بلغت مبالغ مهمة جدا في هذا المجال إلا أنه سيد هشام وجدنا أن جماعة الترسا غير متواجدة في برنامج عمل ديال الجهة ديال التوسعة الشاملة في السبقة ديال الجهة التي سنعطيكم إن شاء الله نزيدكم نسخة منها. أستاذ الكريم علما أيضا السيد الرئيس يمكن المؤتمر حتى شي جهة كاين شي اتفاق ما بين جهه مع الجماعات ديال اقليم دريوش اغلب ديال الجماعات مستفاده من هذه التوسعه الا جماعه طنطا النسخه. حنا ارتئينا البارحه ان نذهب نتصل بالجهه واستقبلنا في الجهه من خلال هذه النقطه طالبنا تفسيرا وكان التفسير واضح لانه اقصيت من خلال إقليم دريوش لأسباب أعلمها الله. أنا هنا أطالب السيد الرئيس علما أيضا أنا قدمت بطلب من أجل تزويد بعض المناطق التي شبه حضارية فيها تكتلات سكنية مهمة حال مثلا دوار المسديتان الذي يتجاوز 80 منزلا والربط بعيد عنه يعني لالين اللي دايزة في الشارع الرئيسي بعيدة عليه من 700 متر يعني 700 متر باش توصل واحد الدوار اللي فيه تكتل سكني شبه حضاري لهذه السكينة هذه يعني راه المكتب هو الذي سيستفيد من هذا لي زابونمون اللي غيديروا سيدي هشام راه انتم اللي غتستافدوا من بعد يعني راه الا خسرتوا 700 متر ديال اللي تويو باش توصلوا راه وكاين دواوير واحدة أخرى عاود في نفس المجال إلا أنه السيد الرئيس ما بغيتيش تسيني طلبنا هادشي ثلاثة المرات ما تمضاش في المجلس
هما اللي عارفين الجواب. انا اللي عليا انه انا وصلت للجهه البارح ونزلت حتى الطلب ديالكم اللي درتي مني طلبنا ثلاثه المرات ودرتي مني المورغه ديال الجامع الجديد الى اخره. حتى انا راه حنا راه كنخدموا لي المصلحه العامه. انا اللي درتو انتم انا نزلتو حتى هو البارح. نتمنى ان شاء الله ينال القبول الجامعه كامله، ولكن من اجل الحاق هذه الجامعه الاستفاده بهذه الشراكه. بهذه الشراكه اللي كاينه دابا وهذا لابيل دوفر اللي غيتلونسا من الجهه. موجه للسلطه المحليه وخصوصا السيد العام المحترم من اجل التدخل باش يعني يحاول ادراج جامعه المنتصف في هذا البرنامج قبل ما يفوت الاوان. ثم تتعرفوا السيد الرئيس الى داز هذا عشرات الملايير سنتيم الى اخره، يعني فوقاش غتسناو حنا يرجعوا عندنا في جامعه المنتصف باش يعطينا التوسعه. راه صح جدا. ثم تتعرفوا عاود ايضا ان المعادله اللي كتعيش بها الجامعه المنتصف باقي التبعيات ديالها من 2007 في الدوائر يعني في المجالس اللي تمثلت وانا راه عارف المجالس من 2007، يعني مازال التبعيات وهذه الاعاده ديال السكينه مازال لحد الان ما تحققش ديك الربط الفردي نيشان وما تحققش ديك تزويد النافورات بالماء انه كاين تكتلات سكينيه مهمه ما عندهمش النافورات ربما يهضروا عليهم شي واحد اخر ولا لا. فهمتي؟ يعني كنطلبوا مره اخرى نديروا شي ملتمس جماعي من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في اجل يعني قريب من اجل ادراج الجماعه في هذا المجال هذا ربما تدخل باقي ما فاتش الاول لان الامور مازال عاد ربما نوصلوا نحطوا هذا الهدف اللي غتستافد منه السكينه ككل. وشكرا. شكرا. الجهه عطاتو صلاحيه ذاتيه مهمه جدا هو التدخل في العالم القاري خصوصا في تزويد العالم القاري بالنقص الصالح للشعب، ولهذا نطالب يعني السيد العام المحترم التدخل بصفته المكلف بالتنسيق ما بين الجامعات والمصالح الخارجية من أجل أو رفع الملتمس من أجل التدخل وإدراج جامعة القرصة في هذا البرنامج المتعلق بتزويد العالم أو التوسعة الشاملة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وشكرا. شكرا. السيد الضيف ديالنا القريب يمكن مرحبا بك ثم التوفيق السادة الأعضاء المحترمين. غير أنا عندي واحد الاستفسار السيد هشام فيما يتعلق بالمآل الاتفاقية المتعلقة بالتزويد الفردي. دابا الاتفاقية المتعلقة بالتزويد الفردي سبق المجلس صدق عليها بإجماع، ولكن كنلقى واحد المشكل. الناس كتجي دابا كتبغي تدخل العداد تقول دخلت من الدرج من فوق ولا ما نعرف داك الشيء مرحبا تدخل، ولكن باش تدخل ذاك المبلغ اللي كاين في الاتفاقية لا ما كاينش اتفاقية. دابا السي هشام كاين واحد التناقض، يعني إلا كاين واحد الاتفاقية كاينة ودازت يعني المصادقة ديالها بغينا نفعل ديك الاتفاقية ونمشيو لهذ الاتفاقية. دابا الناس اللي عندي في الدور كاين واحد المجموعة دخلوا شي تقريبا 3000 درهم فوق دخلوا لنا، في المقابل كاين الناس اللي بوسطاء بحالنا حنا راه وحداهم ما دخلوش لنا. هذا بحال كيخلق لنا واحد النوع ديال التمييز في المواطنين. حنايا البرنامج اللي كان دار في الجهة ودخلوا فيه الجماعات ديجا كانت عندهم الشبكة خدامة. حنايا الله الحمد لله اللي حاليا يالله ولات عندنا الشبكة خدامة ديال الماء. لما غادي يديروا التوسعه قبيله ما كانش ما كاين. دابا حاليا نقدروا يمكن نستافدوا من البرنامج العام الجاي ولا مورا العام الجاي نقدروا نستافدوا من البرنامج ديال التوسعه. اما حنايا قبل راه ما كانش عندنا نهائيا صفه نهائيه ما كانش عندنا الشبكه ديال الماء. يالله هذا العام اللي كيقولوا لنا النافورات اللي بداوا دابا خدامه 66 في النافورات. لا بس على شوف ما قطعتكش السي حسين خلينا باش ننظموا شويه الحوار اللي تك تهضر خلينا نهضروا حتى حنا. سمعتوا الاخوان بالنسبه للتوسعه هذا هو الجواب ديالها. بالنسبه للسي حسين ملي سيتي ليا الاخ وجاب لي الطلب ديال الجمعيه ديال التوسعه راه نفس الشكل كان. ما كانش حنا ما كانش عندنا الشبكه باش حنا غادي نطلبوا للجهه باش ديرنا باش تدخلنا في البرنامج، والبرنامج كان داز وحنا بصفه مباشره ودوريه ديما رانا كنسولوا لا في العماله ولا في الجهه ولا في اي مصلحه ولا مع صحاب الماء في الناظور ولا هنايا في الدريد. من الملتمس ما عرف بقى في العماله ولا مشى خاصك تبع راسك وما نعرف انا كنقول لك نيشان نيشان لا خاصك تبع البوند ولا صاحبي ما عندكش ثقه في الاداره المغربيه انه كيمشي على السلم الاداري كيمشي على السلم الاداري لا هذيك صحيحه شنو عملت دابا القصد اسمح لي 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 اس
يعقب عليه ماشي السيد الرئيس، راه كنتعاونوا هنايا ماشي ضدك ولا، راه كنتعاونوا هنايا باش نلقاو الحلول وباش نبسطوا الامور. ملي كتقدم الملتمس للجهه خاصك تبعوه فين مشى، لان ملي كيمشي الرئيس ماشي بحال اللي كيمشي العود، راه ملي كيمشي الرئيس كيسول على 100% غيجاوبو، كيقول لك واش يعني مبرمج وكذا. خاصك تلافو هو السيد الرئيس. شكرا.